المنتخب الكويتي لاني تابعته وخايف من هذا اللاعب تحديدا. اول غلطه والله ما غلط، تعطي الكره فهد، فهد وراوغات مر مر، يا الله يا الله، ايوه الهامسون، ايوه الهامسون، هذا كريستيانو، يا الله فهد، فهد العنزي يسوي اللي يبغى، يسوي اللي يبغى، هذا راح تشوفه بعدين مع العين مع الميلاد Everybody else alone, in spite of the fact that some people still think that they know, but no, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it. يا سلام يا لعيب، مباراة مبدع فيها. فهد العنزي الآن المتألق، يا سلام يا سلام، ياهو ياهو، لعب في الجهة اليمنى، ياهو الآن يلعب بشكل ممتاز، المنتخب السعودي يبحث عن نفسه، يا سلام يا لعيب يا لعيب، ارحمنا يا فهد، ارحمنا من هذه الحركات، لعب على مستوى عالي، أداء على مستوى راقي وتألق غير طبيعي من اللاعب الغير عادي، من اللاعب الغير عادي. دورة الخليج اللي بالتأكيد لا ننسى فضل هذه الدورة في إبراز العديد من الأسماء، وبالتأكيد فهد العنزي هو أحد الأسماء الجديدة، هو أحد الأسماء الجديدة اللي راح تبرز في هذه البطولة. حسام المولد، فهد الآن ممكن يعدي، عدم الأول، تخلص من الثاني، فهد يحاول، فهد ممكن يتقدم، يا سلام على التمريرة، يا سلام يا سلام يا جماعة، هذا اللاعب ما هو عادي، في كل كرة يعدي، في كل كرة يستلمها لازم يعدي، يا هي مهارة يا هي موهبة، هذه المرة بالكعب سجلوه، سجلوه يا جماعة، سجلوه من النجوم، سجلوه في التاريخ من الموهوبين. ياهو عامل ازعاج، ياهو عامل صداع، صداع بالنسبه للدفاع السعودي، اللاعب فهد العنزي هذا يبغي له لاعب ما يتقدم ابدا، ما له ميول هجوميه ولا تروح فيها، ولا تروح فيها. شفنا المساحات، شفنا الانطلاقات، شفنا المراوغات، لاعب ما هو عادي، هو بالتاكيد هو احد ابرز النجوم. ياهو لعيب اللاعب فهد العنزي، كل اشتراك، كل كرة 90% يروح فيها، يروح فيها يا جماعة. هنا نجم الشوط الأول، هنا فهد العنزي يلعبها من جهة اليمنى إلى المتألق فهد العنزي، فهد الآن يحاول فيها، فهد ممكن يعدي، فهد الآن في جهة اليمنى، فهد اسم على مسمى، اسم على مسمى، كسرعة الفهد، كسرعة الفهد ينطلق، عدم الأول، ممكن يعدم الثاني، إلى رمي التماس للمنتخب الكويتي، يعني يا إما يكسب خطأ، يا إما يكسب رمي التماس، ويا إن الأمور تكون لصالحه. أول النجوم البارزة، أول النجوم البارزة، فهد العنزي الآن، سلامات لفهد، سلامات لفهد. It's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tots picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even in starstruck. Humble through opportunities, given despite the fact that many misjudge him because he makes a